إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، رمضانكم مبارك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء وعن جميع البشرية في كل بقاع الأرض. في هذا الشهر المبارك أحب أن أهنئكم بحلول هذا الشهر المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله شهر رحمة وخير للأمة جمعاء، وأن يكون شهرا يتجلى الله علينا برحمته وغفرانه ورضوانه. إخواني الكرام، كما تعلمون وتشاهدون، هذا الفيروس الذي أصاب الكون كله، كورونا فيروس، لقد شل الحركة للدول، للمؤسسات، للمجتمعات القوية والقنية. فما بالكم بالمجتمعات الضعيفة والدول الفقيرة والمجتمعات المستضعفة الذين هم مشردين من اللاجئين والأيتام، حالهم يكون أسوأ. نحن في إيثار الإغاثة التي تأسست 2006 لإحياء قضية اللاجئين في المنسية، ثم لدعم اللاجئين في شرق السودان بحكم التلاصق الجغرافي مع إريتريا، أول أرض يهاجرون فيها بقرب الحدود هي السودان، ومن كثرة عدد المتواجدين بداية عملنا كان هناك، ثم العام الذي اتسع في السودان أن تمتد يد إيثار للمجتمع المضيف، سواء عندما تحصل الكوارث الطبيعية في السودان أو المجتمعات المجاورة لمعسكرات اللاجئين. وكذلك امتدت إيثار أيديها بفضل الله عز وجل، بفضل تبرعاتكم، إلى اليمن الشقيق، حيث يوجد لدينا اللاجئين الإريتريين. ومن هذا الأماكن كذلك أصبحت إيثار تمد يدها لأهلنا الكرام اليمنيين رد الإيمان والحكمة. نسأل الله عز وجل أن يرفع بهم، أن يرفع عنهم ما نزل بهم وعن جميع الأمم. الحمد لله إيثار لها عمل 50-50% في اليمن من مدخولاتنا، مصروفاتنا التي تتجه 50% للاجئين الإريتريين، 50% لإخواننا اليمنيين، أوقات تزيد نسبة اليمنيين، وكذلك المتواجدين في الجيبوتي. إيثار هكذا بدأت تحيي قضية اللاجئين وتدعم المحتاجين والفقراء. في هذه الأزمة التي حصلت وفي هذا الواقع الموجود، المعاناة أصبحت أشد وصعبة، والتواصل مع الجماهير الخيرة الذين كنا نعرفكم عبر المساجد، عبر الأمسيات، عبر اللقاءات، كله توقف. ولكن ثقتنا في الله كبيرة، أياديكم البيداء التي كانت تعطي لله عز وجل تحت الشعار إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه ليست تمتد لهؤلاء الناس حيث كنتم، ما عندي أدنى شك. لذلك أناشد فيكم الإنسانية وأناشد فيكم الإسلام أن تمتد يدكم التي عرفناكم بالسخاء والجود والكرم لإخوانكم المحتاجين في هذه المعسكرات التي تعاني، بعد الله عز وجل بدعمكم وبعطائكم نخف عنهم المعاناة.